جرافي ابننا؟ ابننا؟ قلتي ابننا؟ تأخرت كتير جرافي؟ نحن اتنين لازم نعطي لبعضنا فرصة تانية، يعني على الأقل مشان ابننا جرافي. لا يا أنوج، أنا بعتذر، ما بدي استغل ابني مشان نرجع مثل الأول وترجع تهني بهالطريقة، وكمان ما بدي ربيه بجو ما في ولا شوية سعادة أو ما في تفاهم بين أمه وأبوه. أنا ما بدي هيك، هو رح يضل رمز لحبنا الحقيقي. أنوج صدقني، حبنا كان نقي كتير وقتها. جرافي، بس هذا ابننا. خسرت الحق بهذا الشيء أنوج. أنا كنت عم أنتظرك كل يوم منشان تجي وتسألني عن هذا الموضوع أو كيفك حتى، بس أنت كنت تنهي نقاشاتنا بالمسخرة علي. طريقة حكيك وجعت لي قلبي يا أنوج، كلماتك هي كتير وجعتني، ويوم عن يوم بطلنا نحكي مع بعضنا وما عدنا مثل الأول. تعرف شو؟ بهداك اليوم أنا ما خسرت ابني يا أنوج، أنا خسرتك أنت. تعرف أنوج، أنا تعودت إني أحبك على بساطتك، صدقك وبساطتك هنن يلي كانوا قوتي بهالحياة. صدقني أنت هلأ ما بتعرف شيء غير إنك حدا منيح، وأنت خسرت كل هالصفات يلي أنا حبيتها فيك. أنت ما كنت تتركني لحالي، بس بعدين ما عاد عندك وقت لإلي لدرجة كبيرة، حتى لما كنت حس بأمس الحاجة لإلك ما لقيتها. أنت كمان ما عرفت شو كنت حس. أنا كنت حس بالوحدة يا أنوج. بس يا جرافي، أنا عملت كل هاد مشانك أنت. لا، أنا ولا مرة طلبت منك شي يا أنوج، أنا كان بدي إياك أنت وعلى طبيعتك، أنا ما كان بدي مصاريك حتى، كل يلي بدي إياه أنه أمشي معك.